السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، ومع هذا النص الموجود في الصفحة 97 من كتاب، ما اسم الكتاب؟ منير في اللغة العربية. المنير في اللغة العربية، والنص هو وسائل، عنوانه وسائل الاتصال والتواصل. ثقافة الأصابع. نظمت إحدى الجمعيات الثقافية في دار الشباب بحينا ندوة حول أضرار الهاتف المحمول ومنافعه، يعني الأضرار والمنافع أو السلبيات والإيجابيات. نشط الندوة كل من عادل ووفاء وصفاء بصفتهم أعضاء في اللجنة الثقافية. بدأ عادل عرضه بتقديم حول صناعة الهواتف المحمولة قائلا: انتشرت الهواتف المحمولة انتشارا واسعا في العالم، وقد ساهم التقدم التكنولوجي في الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وبعض الدول الأوروبية في تطوير المنتج. فقد أصبحت الهواتف صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، سهلة الاستعمال، قليلة استهلاك الطاقة. أضافت وفاء: إن إلينا الإيجابيات. هنا كيذكروا الإيجابيات أو المنافع ديالو، انه صغير الحجم، ليس الايجابيات ديال خفيف الوزن، سهل الاستعمال الى اخره. ان من ايجابيات هذه الهواتف الايجابيات ان الجميع اصبح يستخدمها دون تمييز، صغارا وكبارا، اغنياء وفقراء، متعلمين وغير متعلمين، وبذلك سهلت حياه الانسان نظرا للمعلومات المباشره والسريعه والمواد التعليمية والترفيهية التي تقدمها. أضاف عادل: إن التواصل بيننا أصبح تواصلا إيجابيا، حيث ساعدنا الهاتف على ملء أوقات فراغنا وبناء علاقات جديدة وتحسين معرفتنا في جل القضايا التي تهم الإنسان. هذه الإيجابيات، يعني الحوايج المزيانين، الحوايج المزيانين ديال الهاتف. ردت عليه مصافا: صحيح ما تقوله، الهاتف المحمول مزايا كثيرة، فهو يتيح بتطبيقاته المختلفة عدة خدمات، وصحيح أيضا أن استعماله في متناول الجميع دون الالتزام بالموقع المكاني الذي يفرضه الهاتف الثابت، كما أنه يسمح لنا بالرد على المكالمات بالرسائل الصوتية أو الكتابية القصيرة في ظرف وجيز. لكن يا أصدقائي، ألا تعلمون أن لهذا الهاتف سلبيات عديدة؟ أليس هو من تسبب في العزلة بين أفراد الأسرة؟ ما بقاش الأب يجلس مع الإبن ديالو، أو الزوج يجلس مع زوجته، أو الأخ يجلس مع أخيه، وتراجع صلة الرحم. أليس في استعماله المفرط مضرة لصحة الإنسان؟ وأن الإدمان عليه يؤثر على بعض واجباتنا الأساسية، مثلا واجباتنا الأساسية كالواجبات المنزلية التي يفرضها يعطيها الأساتذة للتلاميذ. نظرت وفاء إليهما ثم قالت: إن الهاتف المحمول بريء من تهمة الأضرار التي ذكرتها يا صديقتي وفاء، فالإنسان هو الذي يبالغ في استعماله على حساب عمله أو دراسته، وهو الذي لا ينظم وقته في توظيفه، وهو الذي يستخدمه أثناء السياق. يعني المسؤول هو الإنسان، هو الإنسان ليس الهاتف. وأثناء وجبات الأكل وأثناء الجلسة مع العائلة. إذن فمن المسؤول عن هذه التصرفات؟ هل الهاتف المحمول أم الإنسان؟ تدخل عادل بهدوء: اللوم ليس على الهواتف المحمولة، بل على من يستعملها بشكل سيء. فالهواتف المحمولة أصبحت تصاحبنا في كل الأوقات، تلازمنا في كل الأمكنة، وعلينا أن نحسن استعمالها. لقد غادت ثقافة الأصابع مصدرا مهما في كل اتصالاتنا عبر هذا الاختراع العجيب، لذلك لا يمكننا أن نعيش بمعزل عن العالم. وحتى يكون استعماله إيجابيا، علينا أن نغير سلوكنا. إذن هذا هو النص، يتحدث عن إيجابيات وسلبيات الهاتف، أو سلبيات وإيجابيات
وسائل الاتصال بصفة عامة، ليس الهاتف. كاين الطابلات، كاين اللوحة، كاين داكوغ، بي سي، كاين البيسي، حسن الحاسوب، حسن جدا، إلى آخره. إذا شكرا أصدقائي، كانت هذه قراءة للنص، وفي فيديو قادم ربما نتطرق إلى فيديو آخر إن شاء الله، إلى فيديو، في فيديو آخر إلى إن شاء الله، إلى الأجوبة عن الأسئلة. إلى اللقاء، مرحبا بالجميع دائما.